إطلالات محتشمة في عرس. البداية بهذا الفيديو مع إطلالات المشاهير المميزة اللي كانت في عرس شيرو شهد. فقبل ما نحكي عن الإطلالات، انتشرت صورة جمعت اليوتيوبر أسامة مروة وشيرين بيوتي اللي كانوا عم يرقصوا جنب بعض، وهذه أول صورة استطاع الفانز أن يلتقطها لليوتيوبر أسامة مع الجميلة شيرين في الحفل. أيضا إطلالة شيرين وصفت في عرس شيرو بأنها أكثر إطلالة محتشمة، وأشار الجمهور أنه أسامة هو اللي بيختار إطلالات شيرين، عم يطلب منها أنه تلبس محتشم لأنه هو بغار عليها كتير. أيضا قام العديد من المشاهير بنشر إطلالتهم، من بينهم بانين ستارز، عيلة راغوت فهمي، ميس دعاء، وكمان سارة ملص. لا تنسوا تشتركوا بالقناة ليصلكم كل شي جديد. بحبكم، بشوفكم بالفيديو الجاي.